احتفلت كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك الحصن بمنح سر المناولة الأولى لعدد من أبناء الرعية، وذلك في قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك والأيكونومس الأب وليام سويدان كاهن الرعية، بمساعدة الأيكونومس الأب سامي قندح وخدام الهيكلي وأعضاء الجوقة ممثلة بالشماس جريس ثابت. حضر القداس جمع غفير من أهالي الأطفال وأقاربهم وأصدقائهم، وتتم المناولة الأولى كالعادة بحصول الطفل على سر الإفخارستية وتكوين علاقة شخصية وقريبة بينه وبين السيد المسيح. كانت بهجة كثير كبيرة، فرحة كمان للأهالي هنا، يعني اليوم قديش فرحهم أنه تناولوا جسد الرب وشرب دمه، فهنا أنه إحنا الفرحة هاي استمرت كمان مع الأهالي، وياريت انه احنا دائما بنقول وبنطلب من الاهالي انه ما تكون هاي احتفالات مناول اولى وما يجوا او نشوفهم يحضروا القداديس، بل بالعكس انهم يستمروا في عطائهم لاولادهم، لانه هذول امانه في اعناقنا. خليهم دائما احفظ يوم الرب، ضروري جدا يحضروا باولادهم يتناولوا دائما المناوله المقدسه مشان نعمه ربنا يسوع المسيح انها تباركهم وتبارك عائلاتهم وتبارك حياتهم. وإحنا اليوم نشكر طبعاً بالواقع سيادة المطران سيدنا جوزيف جبارة اللي حضر معنا وكانت الأمور تحت رعايته، ومثل ما إحنا بنعرف إنه عطاؤه كثير كبير، فالشكر والتقدير له. وكمان بدنا نشكر أكيد نور سات الأردن اللي هي دائماً بتواكب كل حدث موجود، منها تنقل كل رسالة من أجل السيد المسيح، مش بس في منطقتنا وبالأردن بل بالعالم أجمع. نشكر كمان اللي هي المديرة الإقليمية لنورسات طبعا الدكتورة باسمة سمعان، وللطاقم كله اللي بيشتغل معها مباركين جهودهم إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله فرح كبير. ومبروك لكل أبنائنا أبناء الرعية اليوم اللي يحتفلوا بالمناولة احتفالات المناولة الأولى.